أولا هذا رزق كبير جدا، لما قدمته شخصية سي عبد الرحمن اليوسفي رحمة الله عليه من عطاءات، ولما ترمز إليه من قيم، ولما جسدته من مواقف قد لا يعني لا أنظر الموضوع بمثالية، لكن المحصلة الإجمالية والتي ظهرت اليوم في الموقف العام الإيجابي في الإعلام الرقمي تعكس أننا فقدنا رجلا بصم بعطاءاته وتضحياته ونضاله طيلة أزيد من نصف قرن من الزمن وما ينف وما يزيد، يعني تضحيات بصم بها التاريخ السياسي والحقوقي والثقافي لبلدنا، سيظل يعني معلمة من المعالم التي ستستنير بها الأجيال الحالية واللاحقة. والأمر لا يتعلق فقط بمسلكيات شخصية ارتبطت بكيف استطاع أن يعني أن يكون عنصر الجميع، رغم كل ما قد يثار حول هذه النقطة، لكن الثابت أنه كان يعمل من أجل أن يبقى المغرب بلداً قويا يحتل مكانا رائدا بين الأمم. ساهم في هذا المسار وعمل على أن يحفظ أن يساهم في أن يحفظ للمغرب خصوصيته وهويته. وأنا شخصيا عندما اطلعت على صفحات من مذكراته قبل أشهر تأثرت لمواقف قد تبدو للكثيرين يعني جزئية بسيطة لكنها تنم عن وعي، وإذا أحببت سأذكر لك نعم واحدة منها. نعم ما يتعلق باعتماد سيارة لنقل موتى المسلمين، فقد كان صاحب تلك الفكرة في الدار البيضاء مبكرا، وهذا يدل على نوعية هذا الرجل، لأن هذا الأمر يعود للخمسينات والستينات، وكيف كان يبدع بأمور بسيطة لكنها ذات أثر تستمر، يعني تستمر. بالنسبة إلي شخصيا كان انخراطي في عالم الإعلام مرتبطا بانطلاق حكومة التناوب، يعني كانت في شهر أبريل 98 بالنسبة إلي كان هو يعني الشهر الذي ولجت فيه عالم الصحافة والإعلام بجريدة الراية وبكتابات سياسية. تزامن ذلك مع الحكومة ديال التناوب، ولهذا يعني هذه التجربة السياسية كان لها أثرها على مساري السياسي. ولكن الأمر كما قلت عندما نتحدث عن جميع موقفه في السبعينيات، وأنا في الآونة الأخيرة اشتغلت على جزء من يعني الذاكرة السياسية المغربية في السبعينيات من خلال الجرائد التي كانت تصدر في تلك المرحلة، ووقفت عن دلالات موقفه، موقف سي عبد الرحمن اليوسفي في منتصف السبعينيات، إذا يعني في المؤتمر الاستثنائي، بما مكن من أن يحفظ المغرب قوة من قواه السياسية التي كانت عنصر العناصر الفاعلة في مسار الإصلاح العام لبلدنا.